أنا أحبه أحبه. بهذه العبارات الجريئة صرخت الشابة السعودية هدى آل نيران صرخة مدوية في قاعة محكمة صنعاء التي تنظر في قضيتها بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، فيما تحاكم النيابة حبيبها اليمني عرفات محمد طاهر بتهمة مساعدتها على التسلل. السلطات اليمنية أفرجت الأحد عن الشاب، لكنها أبقت على الفتاة لمواصلة محاكمتها الثلاثاء. وفي خلال جلسة المحاكمة نفت الشابة السعودية التهمة التي وجهها أهلها إلى حبيبها اليمني بأنه سحرها واختطفها، وأكدت أنها هربت من بلادها برغبتها الكاملة بعدما رفض أهلها تزويجهما وقرروا تزويجها من شخص آخر وتعرضوا لها بالضرب. وقد انتشر على مواقع التواصل تسجيل صوتي لهدى تحكي فيه قصة حبها لعرفات وكيف تعرفت إليه في أحد محال بيع الهواتف المحمولة في السعودية حيث كان يعمل، وادعاءها أنها يمنية وذهابها في حافلة مع مرحلين يمنيين ورفض عرفات لتصرفها لحظة اتصالها به لإعلامه بهروبها. أنا اخترت حياتي مع الشخص اللي شفته مناسب، ومشكلة أن أهلي يعني ظني تعرفها ظن سوء، يعني أنه سحرني وأنه خطفني، يعني يشوفه بصورة سيئة، بس هم يعرفوا إيش اللي بتاخذه، إيش يعني الشخص من داخل، يعني ما يحكموا عليه من برا، لأنه والله العظيم شفت في عرفات يعني إنه الشخص المناسب، شفت شخص شريف، شخص واعي، وأتمنى يعني إن الأهل يحترموا رغبتي بس اللي اخترت حياتي الشخصية، ويعني اخترتها وأنا واثقة ومتأكدة مع مين أنا اخترتها، والأهل يعني صراحة يبغون يختاروا لي حياتي أنا على كيفهم. قصة العشق الممنوع هذه لاقت تعاطفا شعبيا يمنيا وتضامنا كبيرا في هذا البلد المحافظ، لا سيما من الناشطة الحقوقية توكل كرمان، فشهدت البلاد تظاهرات متضامنة حاشدة خارج قاعة المحكمة. وقد كانت لافتة الصورة التي انتشرت لهذا الجندي اليمني الذي تضامن مع القصة على طريقته، فوضع صورة هدى على بندقيته.